ان شاء الله بإذن. عندنا مباراه مهمه مع الجونه ان شاء طبعًا. الله مهمه إن شاء الله. ويوم ده هيكون يوم الاربعاء اللي جاي. والحقيقه زي ما كابتن هاني قال يمكن في يعني مش بس يعني اخطاء من قبل الفريق، في اخطاء كمان تانية سواء على مستوى التحكيم اللي عليه علامات استفهام، في حاجات كتيره جدا يمكن هنناقشها معاكم في الفقره الاولى مع ضيوف كابتن هاني. ولكن نبدا من الاهم والدور الكبير المهم اللي بيلعبه كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي وكمسؤول في المقام الأول عن الكيان وعن أحلام الجماهير، جماهير النادي الأهلي، وضرورة أنه يكون له وقفة في الوقت ده الحقيقة في الوقت الحالي مع اللعيبة مع الجهاز الفني. كابتن خطيب النهاردة كان العصر في جلسة مهمة جدا مع ريني فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وكان في حضور أيضا لجنة التخطيط علشان زي ما قلنا بنوقف في الفترة الحالية على العديد من الأمور المهمة اللي تخص فريقنا في المرحلتين الحالية وأيضا القادمة. بوعي لاعب الكرة وبإحساس الأب لكل اللعيبة النهاردة كابتن خطيب حرص أنه يأكد على ثقة النادي في الجهاز الفني واللعيبة، وده اللي احنا بنقوله يا جماعة، احنا ما فقدناش الثقة فيكم، احنا عارفين ان انتوا هتعودوا وهتعودوا عودة سريعة بإذن الله لطريق الانتصارات، خاصة وانه الاهلي يعني خلاص مستنية مواجهات قوية جدا سواء على الصعيد المحلي يوم الاربعاء زي ما قلنا سواء على المستوى القاري. كابتن محمود الخطيب كمان ولجنة التخطيط للكورة حرصوا على مناقشة ريني فايلر في العديد من الامور الخاصة بفريق الكورة واللي حصل امبارح وارتباطاته في الفترة اللي جاية، واكد على ضرورة طي صفحة لقاء القمة وان احنا نستعد بقوة خلاص للفترة اللي جاية. وايه هي التحديات اللي مستنيانا؟ اكيد في تحديات كتير جدا سواء على المستوى المحلي او القاري، برضو في البطولتين سواء الدوري المحلي او دوري ابطال افريقيا. كابتن هاني صحيح ده اللي بناكد عليه كمان النهاردة. الكابتن محمود الخطيب رئيس طبعا مجلس ادارة النادي الاهلي حرص على عقد جلسة كمان مع اللاعبين في حضور لجنة التخطيط للكرة، وده قبل انطلاق المران النهاردة، المران الجماعي للفريق اللي أقيم على ملعب استاد التتش. وزي ما بقول لكم يعني كمان على المستوى الحديث مع اللاعبين، كابتن الخطيب كمان زي ما احنا عارفين أسطورة كبيرة جدا جدا، حديثه مع اللاعبين على ضرورة يعني تقدير غضب الجماهير، وده اللي اتكلمنا فيه، وان لازم تكون ردة فعل، وانا بأكد ان ردة الفعل ان شاء الله هتكون موجودة وانها هتكون إيجابية وفي أسرع وقت ممكن، وتصحيح طبعا الأخطاء اللي حصلت والعودة تاني لطريق الانتصارات. وزي ما قلت لكم استكمال عندنا مشوارين، المشوار على المستوى المحلي بطولة الدوري، وكمان الاستعداد بكل جدية والتركيز لمباراتي طبعا الوداد المغربي في تصفيات نهائي بطولة أفريقيا. وأنا شايف إن يعني ممكن جدا جدا، وده أنا حاسس بيه رغم حزني، لكن حاسس إن مباراة نادي الزمالك هتكون بمثابة الدافع القوي جدا جدا لحسم بطولة الدوري إن شاء الله بوقت قليل، والاستعداد بقوة والدخول على قبل النهائي، وإن شاء الله النهائي والفوز بالبطولة الأفريقية إن شاء الله بإذن الله.